تينا من جمعية يوميات المحيط. هيدي الجمعية بتهتم بالبيئة البحرية عن طريق التوعية للشواطئ اللبنانية والثروة البحرية. رح نحكي عن سلسلة من 3 حلقات، وأولن كيف ننزل على البحر بطريقة آمنة. لما ننزل على البحر وكرمال ما نقول الحق على البحر، لازم نحط إكران كل ساعتين وبس نطلع من المي. ما لازم ندهن زيت على جسمنا لأنه هالشي بيزيد من نسبة سرطان الجلد. ما لازم نقعد بالشمس بين الساعة 11 والأربعة كرمال ما نحترق. وبس يصير موسم الأناديل بالبحر لازم نتجنب نسبح معهم. إذا عقصنا أي شي بالبحر لازم نغسل محل العقصة بمي فاترة وبخل أبيض إذا نوجه. إذا في مجرور ما نسبح تحته. إذا في بقعة زيت، بنزين أو مازوت كمان ما نسبح فيهم. إذا شفتوا شي غريب على جسمكم استشيروا حكيم قبل ما تنشروا صور على الإنترنت. النقاط اللي حكينا عنهم هينين وبتعرفوهم، بس أهم شيء ما تنسوا تطبقوهم.